سيداتي سادتي، أينما كنتم من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. فخامة الرئيس السياسة حقوقي يوجه رسالة للشعب الإريتري. راعي الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية يقدم كلمة بمناسبة عيد الفصح المجدي. حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد. الوفيات بسبب كورونا ازدادت بنسبة 60% في قارة أفريقيا. مقتل 25 شخصا في فيضانات عارمة شرق الكونغو. ناسا بصدد استئناف رحلات الفضاء المأهولة من الأراضي الأمريكية. أهلا بكم إلى التفاصيل. وجه فخامة الرئيس السياسة أفريقي رسالة اليوم الثامن عشر من أبريل كلمة إلى الشعب الإريتري عامة في الداخل والمهجر. للمزيد من التفاصيل حول هذه الرسالة إليكم التقرير التالي. فلما نهزب إرترا أوشتن وصعين تعنان قسانة رهوان. بداية أتمنى للشعب الإريتري في الداخل والخارج الصحة والاستقرار والرخاء. إن تجاوز هذه الفترة العصيبة بوعي عالي وعمل دؤوب مسؤوليات واجبة. لنبدأ بكورونا، هي حرب مفاجئة فوق التوقعات بكل المقاييس في التاريخ العالمي الحديث، ولا يمكن معرفة وتكهن نشأته وخلفيته وتطوراته. وبما أن حرب وباء لا يوجد أمامنا سوى تعزيز الأقلاق، كما لا نستطيع الإجابة على سؤال إلى متى، لذلك حتى يزول الوباء بشكل آمن. وبالتزامن مع محاربة الوباء سنعمل بقوة مضاعفة في التنمية، حيث لا يمكن للوباء زعزعة تركيزنا والتحكم على مشاعرنا وإحباطنا. وسنعمل بقوة لإنجاح البرامج التنموية التي شرعنا فيها، ونذكر على سبيل المثال بعضا من تلك البرامج المهمة. استعدادا لما نحتاجه للخريف، تسريع الأنشطة التي عملنا عليها في الغرب والوسط مع دخول موسم الخريف، الاستعداد الدائم للتصدي لآفة الجراد. نستفيد بفعالية كبيرة من الفرص الموجودة خاصة في محيط الخزانات، تقوية قدرات التنمية المروية في الصيف والشتاء، والارتقاء بالتنمية حتى نهاية عام 2020. وضعنا برامج فاعلة بالتزامن مع الاستعدادات اللازمة لشهري سبتمبر وأكتوبر في المنطقة التنموية الشرقية. سندفع قدما بالبنى التحتية في جميع الأقاليم التنموية خاصة تنمية الطرق. سندفع بتوسع في برامج تنمية المياه. ستنشط المواصلات العامة لخدمات أفضل انطلاقا من الخبرة المكتسبة. سننفذ مشاريع انتقالية فعالة تمكننا من الارتقاء إلى مرحلة أقوى لتنمية الطاقة خدمات الكهرباء. توفير المواد الاستهلاكية الأساسية أولوية لا بد منها، هذا حتى منتصف يونيو والربع الثالث للسنة ونهاية 2020. وستستمر مسيرة التنمية في عام 2021 بتقييم دقيق ومنقح للبرامج لتفادي العجلة في الزمن الضائع. وسنعمل بقوة للقيام بما يطلب منا من إسهامات فعالة في كل الجوانب المتوازية، التصدي للوباء والتصدي التنموي انطلاقا من الوعي والاستعداد الجماهيري المشهود وسرعة قوات الدفاع المضاعفة. فإن مما لا شك فيه بأننا سنمضي قدما وبكل ثقة. أذكر الإريتريين في المهجر للاستعداد الأفضل لما بعد كورونا مع تمنياتي وتقديري لمساهماتهم المعهودة. تمنياتي بعيد فصح سعيد ورمضان كريم مع خريف مبشر. النصر للجماهير. سناي من نيوت رحص فاسكان بروخ رمضان مس طلول كرامات عوض نحفاش.
وجه نيافة الأنبا بيدروس القائم بأعمال باتريارك الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية رسالة بمناسبة عيد الفصح المجيد، وقدم في كلمته توضيحا مفصلا حول خلفية العيد، وقال أن ملازمة المؤمنين منازلهم بسبب فيروس كورونا لا يعني نقصان الإيمان، بل يمكن ممارسة الحياة الروحية في منزلهم، داعيا المواطنين لتطبيق التعليمات الحكومية الصادرة لسلامتهم وسلامة المجتمع من خطورة الوباء. ونادى نيافته في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود للحد من هذا الفيروس الوبائي التعاون والتعاضد والتكاتف بكل ما نستطيع من إمكانات وقدرات مالية. وهنأ نيافة الأنبا بيدروس في ختام رسالته الشعب الإريتري كافة والمسيحيين خاصة، وتمنى بمناسبة عيد الفصح المجيد لإشفاء كافة المصابين بالفيروس. أكدت الفحوصات الطبية التي أجريت يومي 17 و18 من أبريل عن إصابة 4 من المواطنين بفيروس كورونا المستجد ظلوا في الحجر الصحي، وتتراوح أعمارهم ما بين 22 وحتى 50 عاما. ومن بين هؤلاء المصابين 3 من الإناث وذكر واحد، وكان 3 منهم قد دخلوا البلاد قبل توقف الرحلات الجوية في إريتريا، فيما الحالة الرابعة من داخل البلاد. ومع هذه الحالات بلغ مجمل عدد المصابين بفيروس كورونا في إريتريا 39 حالة إصابة مؤكدة، ويحصلون جميعهم على العناية الصحية اللازمة في المستشفى. في السياق ذاته أكدت الفحوصات الطبية عن شفاء 3 من المصابين الذين كانوا في المستشفى ليقادروا إلى منازلهم. وزارة الصحة 18 من أبريل 2020. أفادت التقارير اليومية الواردة من وزارة الصحة بأن أسرة السيد زوموي تخستا والسيدة ووبا هابتيس المقيمة في السويد قدمت 1,000,000 نقفة لتنمية صندوق التصدي لمرض كورونا المستجد. كما تبرع المواطنين المقيمون في داخل البلاد باسمهم واسم أسرهم من 3 إلى 625,000 نقفة و154 دولار، وتبرعت مؤسسات تقريدا هيل الحطب والفحم وشركة مدينة ومطعم إيدن ومؤسسة ميدكو الخاصة ب5,000 نقفة لكل منهم. من جهة أخرى تبرع الإيتاليون المقيمون في بيروت اللبنانية ب6,532 دولار أمريكي. كما يواصل الإيتاليون في السودان تبرعاتهم، حيث تبرع الإيتاليون في بورت السودان ب500,000 جنيه، والجالة والمواطنين المقيمين في كسلا ب300,000 جنيه، وأعضاء الجالية ب1,626,000 جنيه، وسكان القضارف ب50,000 جنيه، والجالية الإيتالية بالخرطوم ب50,000 جنيه، وكنيستي القديس ميكيل والأب أرقاوي بالخرطوم 30,000 جنيه، وأعضاء شباب الجبهة الشعبية ب1,850 دولار، والمواطنين في الخرطوم ب1,200,000 جنيه و6,500 دولار أمريكي. وبلغ مجمل تبرعات الإيتاليين في السودان 3,297,920 جنيه و10,050 دولار أمريكي. في غضون ذلك قدم سكان إدارة أخرية في الإقليم الأوسط مساعدات ل 358 من المحتاجين في المنطقة، واشتملت المساعدات على مواد عينية تقدر ب 90,000 نقفة من المواطنين و 36,000 نقفة من 5 مخابز بالمديرية. حققت القرارات المتخذة لتطبيق التعليمات الصادرة بصورة شاملة لفيروس كورونا المستجد نتائج جيدة في مديرية سجنيتي. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن تطبيق التعليمات الصادرة خاصة فيما يتعلق بقاعدة التباعد الاجتماعي وتحديدا يوم التسويق الأسبوع الجاري يوم السبت توجد في وضع جيد نتيجة للقرارات العاجلة المتخذة. ومن بعض التصحيحات العاجلة المتخذة الحد من المخالفات التي ظهرت كزيادة الأسعار من بعض التجار، واتخاذ لجنة المديرية قرارا عاجلا ومراقبة جيدة للمؤسسات التجارية، وفرض غرامات مالية ل 74 تاجرا خالفوا التعليمات. في غضون ذلك قام الشباب الطوعيين في مناطق ماي سجن وماي مقدوم وماي فيت في مدينة سجنيتي بتوعيات مكثفة وتقديم الذرة ل 2,008 أسرة محتاجة، ومساعدات السلع الذين لا يستطيعون الخروج من المنزل أو القيام بأي أعمال أخرى.
سيداتي سادتي إلى فاصل ثم نوفيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. قال مدير منظمة الصحة العالمية تدرس عنهم أن الأسبوع الفائت شهد ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا بلغت 51% و60% في نسبة الوفيات، وأضاف أن الأعداد الحقيقية قد تكون أكبر من ذلك نظرا للنقص في الاختبارات، مشيرا إلى أن المنظمة وشركائها يعملون من أجل دعم قدرة أفريقيا على إجراء الاختبارات، وأن 1,000,000 قطعة من معدات الاختبار سيتم توزيعها في القارة. وفي السياق ذاته رأت المنظمة أن بلدان عدة ستضطر إلى مراجعة حصيلة الوفيات لديها بسبب فيروس كورونا على منوال ما فعلته الصين، حيث أعلنت تسجيل 1,290 وفاة إضافية في ووهان. هذا ودعا زعماء أفريقيا وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى تحرك دولي عاجل لمساعدة الدول الأفريقية على التصدي لجائحة فيروس كورونا التي ستتسبب في انكماش اقتصاد القارة بنسبة 1.25% في 2020. وأبلغت كريستيانا جورجيفا مديرة صندوق النقد والوزراء ومسؤولين الأمم المتحدة وآخرين أن القارة الأفريقية تفتقر إلى المواد وإمكانيات الرعاية الصحية اللازمة، وأنها تحتاج ما لا يقل عن 114 مليار دولار لتغطية حاجات مالية طارئة. قال مسؤول محلي أن نحو 25 شخصا قتلوا في فيضانات ضربت مدن شرق الكونغو. وأعلن كيزا موهاتو مدير إقليم أوفيرا في مقاطعة كيفو الجنوبية أن فرق الإنقاذ تباشر البحث عن ناجين وانتشال الجثث. وتابع أن نحو 45 شخصا آخرين أصيبوا في الفيضانات التي دمرت نحو 3,500 منزل، لافتا إلى أن المدينة المذكورة تشهد أمطارا قذرة منذ نحو أسبوعين. ونتجت الفيضانات بعد أن قمرت مياه الأمطار نهر مولونغي في مدينة أوفيرا، وناشد المدير الجمعيات والمتطوعين لتقديم مساعدة عاجلة لحوالي 1,000 أسرة مشردة. أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أنها ستطلق الشهر المقبل أول مهمة فضاء مأهولة من الأراضي الأمريكية بعد نحو 10 سنوات. ومن المزمع أن يقلع الصاروخ والمركبة الفضائية التي يقلها من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا يوم 27 من مايو المقبل لنقل رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية. وتستخدم ناسا صواريخ روسية في رحلات الفضاء المأهولة منذ توقف برنامجها لمكوكات الفضاء في عام 2011. ويوجد حاليا على متن المحطة رائدا فضاء أمريكي وآخران روسيان. وختاما في هذه النشرة، لم يكن هناك عناق أو قبلات للأصدقاء والأقارب عندما تزوجت جردا برانسكوفيا وبابيل تيون في مكتب لتوثيق الزواج بموسكو، لكن عشرات من الضيوف أمطر الزوجين السعيدين برسائل تهنئة. وكأماكن كثيرة في العالم طبقت موسكو إجراءات إغلاق شملت منع تجمعات الأشخاص وسط وباء فيروس كورونا، مما تسبب في إلقاء حفلات الزفاف وغيرها من الاحتفالات. لكن العروسان فضلا ألا يؤجلا عقد الرباط المقدس حتى على الرغم من أن الضيوف لن يحضروا. وفي المكاتب المدنية لتوثيق الزواج في موسكو غير مسموح سوى بحضور العريس والعروس في الوقت الذي تتواصل فيه جهود وقف انتشار فيروس كورونا. وقال العروسان أن زواجهما بالطريقة التي تم بها في غياب المدعوين وعدم استئجار قاعة لإقامة حفل الزفاف كلفهما إجمالاً 9 دولارات، نصفها لمكتب التوثيق. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ودمتم سالمين.